doce. Cada vez arminhão de caras. سي بون وقبل السلام عليكم نديروا كيسيونير زوم انا كنصور فيك هذا الصباح هادشي كامل غتشوفوه من بعد في الشانيل في اليوتيوب انا كنصور فيك غادي غتجاوبني غادي بكل صراحه زوير بغيتك تجاوبني بكل صراحه انا معاك علاش غتجاوبني خاصك تجاوبني بكل صراحه علاش حيت انا دابا مزوم عليك دابا كنصور فيك ومزوم عليك بزاف يعني اي حاجه اي كذبه اي حاجه تبغي تحاول تكذب ولا تغمق غتبان لك في وجهك وانت اصلا انت دري زوين ما عندكش كتبان فيك اي حاجه الا كذبتي كتبان فيك واخا دونك غادي نسولك نقول لك زوير الا كنتي ديفو شمن ديفو انت انا قلت لك الاعصاب ومقلق وما باغي تحيد منك الديفو هذا خصو يزول ان شاء الله بحق مع الوقت بديت كنقص بزاف واخا وباش تحيدو اش كدير كدير والو ساعه اخرى ما كدير والو ساعه اخرى كدير كدير والو كتلقى هما قادو كتعصب عليهم مزيان كتفرغ فيهم هذاك الاعصاب اللي عندك وكذا ماشي هذيك الدرجه هتلر والله ربي السلام الى زهير باوي الى 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 كنتي الى كنتي بليا شو بليا تكون تليفون يمكن تليفون صافي ما كتكميش ما كتكميش ما كتشربش ما كت لا لا شي حاجه ما كتستعملش مخدرات لا لا شي حاجه عمر في حياتي عملت شي حاجه واخا قول لي انا ديجا اصلا في النعاس استعملت مخدرات كان غنولي انا ما بقاش عارفين انا مخدر مع عند الله مخدر مع عند الله واخا حتى البيانو حتى البيانو حتى الاورغ رجعت فهمتي كنمشي مثلا كنغيب نهار خصني نرجع داغي للدار باش نمشي غير للاورغ مانيفيك باش كومبوزي داغي مزيان الا كنتي الا كنتي زهير باوي الا كنتي الا كنتي عذاب الا كنتي شي حاجه اللي اللي كتعذبك شريك تعذبني يا الفياق الفياق بكري هو الفياق بكري حاجه اخرى طريق بزاف دابا انا نتي طوق بقى ماشي كازا رجع الرباط تمام جاوبك باللوجيك سي فري الطريق صعيبه والسفر قطعته من العدد والله العظيم كيعذب السفر إلا كنتي إلا كنتي باطل زوير باوي يعني شي باطل طاح عليك شي باطل تقال لك إلا كنتي باطل ماشي أنا مشكلة أنا عمري في حياتي ديالي طاح عليا الباطل هذا وصافي يعني شي حاجة اللي غادي نبقى عاقل عليها حيت أنا عندي واحد الحاجة في حياتي كنخدمها هي كحلة كحلة بيطة بيطة يعني غادي نقول لك مزيانة مزيانة ما نقول لك ماشي مزيانة زين ما عمري في حياتي اللي طحت في شي موقف بحال هذا باش يطيح عليا الباطل طاح لي واحد المره الباطل هنا بدينا هي بدات معنا تماما ولكن كان ناض لي صداع مع واحد و المهم جات فيه الضربه الخطا وقالوا بلي انا ضربته بالمقلوب ديال الموس قال لك انا ضربته بالمقلوب ديال الموس انا ضربتي بيد الموس لا ضربته بيد ديال الموس انت ضربتي بيديك ضربته بيدي وقال لي ضربتي بيد الموس داك باطل كان وريني يديك ها شنو وريني يديك مزيان وريني لا وريني وريني في الاوبجيكتيف وريني انا وري قيد ضربت قيد الا كنتي الا كنتي خلعه خلعه واش كتخاف انت كنحنس جرا كبار انا بزاف ما عنديش معاه حقش حاجه اخرى اذا في الدنيا ما كنخافش منهم غير الموت ولا قلتي جراد كبير لا جرو الكلب جرو الكلب كبير ما عنديش معاه الكلب كتخاف من الكلاب انت ما عندي اوكي مشكل وقف ساعه اخرى بغيت نعطيك واحد التكنيك باش ما تبقاش تخاف من الكلاب فاش تشوف شي كلب غادي انت في الليل لا ماشي الكلاب كاملين انا كنخاف من ديك الكلاب اللي كنعرفهم حنا ماشي نورمال فهمتين اللي في الزنقه ستاف لا ماشي النوع اللي كيكون شرس النوع الشرس حيت بقلي شوف دي فيديو تخسرت بهم فهمتين واخا صباح ما تخافش اخويا ما تخافش ما كاينش كلاب هنايا ما تخافش غير شكرا زهير باوي شكرا لك